بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الأعزاء، أهلا بكم في فيديو جديد على قناتي، قناة من حقك أن تعرف. سوف نتعرف اليوم في مكيف جري إخواني كيفية تفعيل خاصية التنظيف الذاتي. إذن في المكيف جري كيفية تفعيل خاصية التنظيف الذاتي لينظف المكيف نفسه بنفسه ويزيل الأوساخ والأتربة من الوحدة الداخلية. إذن هذه هي وحدة التحكم الخاصة بمكيف جري. نقوم بإطفاء وحدة التحكم كما تلاحظون من زر on off، ثم نضغط على زر mode وزر fan معا باستمرار. نبقى ضاغطين على زر mode وزر fan حتى تظهر علامة أو كتابة CL في الشاشة كما تلاحظون شاشة الريموت كنترول، ثم تظهر في شاشة المكيف CL كما تلاحظون. هنا بدأت عملية التنظيف الذاتي. كيف يعمل التنظيف الذاتي في المكيف؟ سيقوم المحرك بالعمل في الخارج ويضخ الغاز، والمروحة الداخلية تتوقف، فتتوقف المروحة الداخلية ليتكون جليد في الداخل، وهذا الجليد في دوره يكون رطوبة وماء، وهذا الماء يقوم بإزالة الأتربة والأوساخ والماء الموجود في أو التراب أو الغبار الموجود في الوحدة الداخلية. إذن بعد ذلك تشتغل المروحة من جديد لتجفف هذا الماء وتقوم بتجفيف الوحدة الداخلية. إذن سيتكون جليد في الوحدة الداخلية، وتتوقف المروحة الداخلية أيضا ليتكون جليد وقطرات من الماء، ويتكثف البخار أو الماء في الوحدة الداخلية. بعد ذلك في الأخير ستقوم الوحدة الخارجية بالعمل على وضعية التسخين لتقوم بتجفيف الماء الموجود في الوحدة الداخلية. طول العملية حوالي نصف ساعة إخواني، هي عملية التنظيف حوالي نصف ساعة. بعد ذلك سينطفئ المكيف الخاص بك نهائيا وتنتهي عملية التنظيف. إذن هذه عملية التنظيف الذاتي في مكيف جري وكيفية تفعيلها. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.